في محافظة قنا وتحت رعاية مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة تقوم جمعية رسالة بالتعاون مع جمعية صحبة الخير بتنظيم قافلة طبية تجوب قرى محافظة قنا وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية مختلفة. تفاصيل وفاء مع الدكتور مصطفى خليفة ومنتصر لطفي السمان. تقيم جمعية صحبة خير بالتعاون مع جمعية رسالة قافلة طبية تجوب قرى بعض المراكز بمحافظة قنا وذلك لتقديم خدمات طبية مختلفة وفي تخصصات مختلفة منها النساء والأطفال والباطنة والعيون والعظام والأسنان بالإضافة إلى تقديم خدمة إجراء التحاليل الطبية المختلفة وذلك بالمجان دون أي تكلفة تذكر. النهاردة الحمد لله رب العالمين تم استقبال قافلة طبية مهداة من رسالة فرع أكتوبر بالقاهرة. القافلة إن شاء الله النهاردة موجودة عندنا في جفت شغالة لمدة 4 أيام. بكرة هتكون حجازة جبلي وحجازة بحري وبعد بكرة هتكون في قرية العشي تبع مركز بوس. إن شاء الله القافلة فيها عدة تخصصات نساء أطفال بطنة عيون عظام أسنان وتحاليل وصرف أدوية وجميع كلهم بالمجان. قافلة طبية شاملة عندنا في رمد وعندنا عيون وأطفال وطبعا على أعلى مستوى من الأطباء. بس طبعا الموضوع طبعا كان واخد مننا وقت طبعا جامد علشان الموافقات الحمد لله وبتوفيق من ربنا طبعا والحمد لله قمنا بتذليل بعض الصعوبات والموافقات الأمنية وطبعا الحمد لله يعني كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية كل الحمد لله طبعا حاول التنسيق وربنا وفقنا الحمد لله. طبعا ده الدور المثالي اللي هو للجمعيات الأهلية اللي بيقوم على أكمل وجه وطبعا دي بتوجيهات السيد الرئيس طبعا لتنظيم القوافل الطبية والحمد لله وإن شاء الله بنتمنى الموضوع ده بإذن الله متكرر وإن شاء الله هيتكرر في الفترة اللي جاية بإذن الله. قوافلنا يعني زي ما يقولوا أقرب للشاملة بل هي شاملة. إحنا بنوفر خدمات من حيث الكشف التحاليل الأدوية خدمات الأسنان من حيث الحشو الحشو الأعصاب الخل الأدوية كاملة بالمجان معمل التحاليل الكامل المتنقل الكشف داخل العيادات نفسها. برضو عندنا يعني مش بنكتفي بس فكرة العلاج بنكتفي بنركز برضو على فكرة الوقاية. عندنا فريق توعوي كامل متخصص من طلبة الطب من المتخصصين في المجال الطبي عموما بيروحوا على البيوت نفسها بيدخلوا البيوت بيوعوا الناس بيتكلموا باللهجة اللي الناس بتقدر توصل لهم المعلومة دي بحيث ان احنا بنركز على الوقاية خير من العلاج زي ما يقولوا. كما تقوم القافلة الطبية بتقديم الخدمات العلاجية بالمجان بالإضافة إلى الخدمات التوعوية من خلال خدمة طرق البيوت من خلال فرق طبية متخصصة وذلك انطلاقا من الوقاية خير من العلاج. تابعت لكم فعاليات القافلة الطبية لجمعية رسالة مصطفى خليفة ومنتصر لطفي لقناة طيبة.